بعد مواجهات عنيفة لم تهدأ وتيرتها المتصاعدة خلال الأيام الماضية في لحج، تناوبت فيها السيطرة على مرتفعات جبلية بين المقاومة والجيش من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. ها هي المقاومة مجدداً تعلن استعادتها السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية. مصدر محلي قال لقناة بلقيس أن المقاومة تمكنت من استعادة التبة الخضراء وجبل الحمام من قبضة الميليشيا، وأن هذا التقدم يأتي في سياق تأمين المنطقة من محاولات الحوثيين العودة إلى المناطق والمرتفعات القريبة من القاعدة الجوية. المصدر أكد أيضا أن التطور في خارطة مواجهات القبيطة أتى بمشاركة كتيبة من اللواء الرابع حرس رئاسي، وهو الأمر الذي غير معادلة المواجهات وأمن المرتفعات المطلة على جغرافيا الجنوب. المعارك بحسب المصادر الميدانية خلفت مقتل ما لا يقل عن 15 مقاتلا من الميليشيا بينهم قيادي، فيما أدت إلى جرح 3 من أفراد المقاومة. تعود جبهة القبيطة لتشهد مواجهات هي الأعنف منذ تحرير المحافظات الجنوبية باعتبارها خط الدفاع الأول عن قاعدة الجند الجوية جنوبا، ومنطقة أيضا للتقدم في جبهة حيفان والمقاطرة شمال غرب ريف تعز.